السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء في مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية. سنتعرف على عنوان المهارة بعد أن نستمع إلى هذه القصة. زارت حلا صديقتها جنى في منزلها، ولعبتا في غرفة جنى بالعديد من الألعاب والدمى الجميلة، وقضتا وقتا ممتعا. وبعد مغادرة حلا دخلت الأم غرفة ابنتها جنى، فوجدت الفوضى تعم كل أرجاء الغرفة. فقالت جنى لوالدتها: لا تقلقي يا أمي، سأعيد كل شيء مكانه، فلقد اعتدت على جعل غرفتي مرتبة دوما. أحسنت القول يا جنى، هيا سنرتبها معا. سألت الأم: أين مكان الألوان ودفتر الرسم؟ قالت جنى: في الدرج. وأين مكان الدمية؟ قالت جنى: على السرير. قالت الأم: هيا لقد كدنا ننتهي يا جنى. وأين مكان هذه القصص؟ قالت جنى: على الرف، إنها قصص شيقة. قالت الأم: بقيت تلك الألعاب الصغيرة، وأين سنضعها؟ قالت جنى: في صندوق الألعاب. قالت جنى وهي سعيدة: هي لقد انتهينا يا أمي بسرعة، وأصبحت غرفتي مرتبة. قالت الأم: ذلك مؤكد، فأنت جيدة يا جنى في استخدام حروف الجر لوضع كل شيء مكانه. والآن درسنا عن حروف الجر: على وفي حروف تسمى حروف الجر، وهناك العديد منها التي ستتعرفون عليها لاحقا. عزيزي الطالب، ما رأيك أن تختبر معلوماتك بالإجابة عن هذا التدريب؟ أقرأ وأختار حرف الجر المناسب: في، على. واحد: جلس أحمد فراغ الكرسي. اثنان: يعيش الأسد فراغ الغابة. ثلاثة: الكتاب فراغ الطاولة. أربعة: يصلي المسلم فراغ المسجد. الآن عزيزي الطالب، قارن إجابتك بالصورة الظاهرة على الشاشة. لقد تعرفنا على بعض حروف الجر، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالنشاطات المنفذة. إلى اللقاء.